مؤخرا شارك عدد من نجوم الفن والغناء في احتفالية ضخمة لأحد عروض الأزياء. كاميرا الجولة الفنية حضرت الاحتفالية، وفي البداية قابلنا الفنانة دولي شاهين وسألناها عن سبب حضورها الاحتفالية، وسألناها كمان عن ألبومها الأخير. بحب كل الستايلز اللي في الدنيا عشان كل حاجة ليها مكانها، يعني الجينز والحاجات العادية ليها، الخروجات بتاعتها، الفساتين السواريهات ليها، الكوكتيلات ليها، الفساتين الصغيرة، يعني كل حاجة انت ليها مكانها، تعرف تلبسها فين وازاي وليه. في الألوان أنا عموما ما بحبش الأسود خالص، مودي أنا مودية جدا، وفكرة المود عندي أو مودي بيأثر عليا في اختياراتي اللبسي. لو مودي حلو أبقى لابسة ألوان فاتحة جدا وألوان مشعة كده وبراقة، لو مودي مش حلو أقفل، وده بيحصل قليل جدا. كان حلو وردود الأفعال عليه حلوة، والأغنية اللي نزلت مع الألبوم نظراته برضو عملت الحمد لله، فالحمد لله على كل شيء. كمان شاركت في الحفل الفنانة ميرنا وليد، وسألناها عن سر حضورها واهتمامها بعالم الموضة، وكمان عرفنا منها سر ابتعادها عن الفن في الفترة الأخيرة. والله مشروع حلو جدا ومهم ومحتاجينه بجد، لانه انا اعرف كتير قوي ديزاينرز بنات وشباب لسه جداد وعندهم احلام كتيره جدا وعندهم افكار حلوه جدا، بس للاسف ما يعرفوش عمليا تتنفذ ازاي. ما عندناش حد في مصر يعلم اساس الحاجات دي بتتعمل ازاي، يعني يمكن يبقى عندك فكره انك خلصها، انت عارف، انت شايف شكل الفستان في دماغك في خيالك، لكن يتنفذ ازاي بطريقه صح، بطريقه ان الكوب يطلع مظبوط على الجسم، ما عندناش. فبجد محتاجين المكان ده، لانه في كتير قوي مواهب حلوه قوي لازم ترجع لمصر اسمها في انها تبقى حاجه مهمه في عالم الموضه. يعني احنا كانوا بيقولوا لنا زمان قبل جيلنا على طول ان الموضه اساسا في العالم كانت بتنزل في مصر. انا بالنسبه لي عندي كان حلم اهم شويه من شغلي واهم من النجاح في الشغل واهم من الشهره والحاجات دي، حلم ان انا كنت اكون عيله، وده برضو غريزه انثويه ربنا خلقها فينا كلنا، فكان لازم اعمل ستوب شويه في شغلي، اخد مرحله احقق الحلم ده اللي هو بالنسبه لي ما يقلش ابدا اهميه عن اي نجاح في الشغل، بل هو اهم. والحمد لله خدت الوقت الكافي بالنسبه لي انه انا ابقى مرتاحه نفسيا واعمل عيله تساعدني بعد كده كمان في شغلي، يعني تخليني خلاص ده حلم كبير حققته وارتحت، ابتدي بقى خلاص الفتره الجايه كلها ان شاء الله فتره شغل.